هو احنا بناكل عند الراجل ده بتاع ربنا. الراجل ده بيعيش ناس الغلابه. سنيت يا جماعه بابا المجال ايه؟ يا معلم الانزحام والمهرجان الكبير ده مش هتلاقيه في اي حته عند سيد كبده بس، لان هو اصل الصنعه في مصر. النهارده يا جماعه كده هنشوف مع بعض سيد كبده والحاجات اللي بيعملها والعظمه. طبعا يا جماعه الفتره دي سيد كبده عامل قلق. الميزه اللي عنده بقى كده زي ما انتم شايفين ان كل حاجه هو اللي بيعملها على ايده، مفيش جرام مستورد في كل حاجه بيقدمها. تعالوا بقى بينا كده اهو نروح مع بعض ونشوف محمد صاحب فرع سيد كبده. كان ماسكه من صغره وعمره 16 سنه، راجل عصامي عرف ازاي يكبر مطاعم سيد كبده يخليهم 7 فروع والكواليتي واحد والنظافه يا جماعه مش عايز اقول لكم سايق كده واحد بس. قليل قوي بقى كده لما تلاقي صاحب فرع بنفسه وهو واقف على الجريل وبيشوي الكبده بنفسه. تعالى يا جدع زي ما انتم شايفين كده اهو، دي الكبده ودي التوابل والخضار وكل حاجه قدامك. سر الانزحام الكبير ده ان الكبده بلدي وفريش، فيلا بينا كده اهو. ما كانش كبده عند سايق كبده ما بقاش كبده في البلد. بابا المجال، انا بابا المجال. هو بابا المجال نمبر 1، واحد بس هو نمبر 1 في مصر. ناصر البرنس، ناصر البرنس. هنخش بقى كده بينا على سنيه بابا المجال. السنيه دي يا جماعه تكفي 10 اشخاص، فطبعا السنيه رهيبه مليانه حواوشي وكبده وفراخ وسجق وطرب وكفته وريش ضاني. ودلوقتي يا جماعه كده بننزل السلطات والمشروب الخاص بتاع المكان. بابا المجال دي لحمه محمره بتاعتنا برضو. سنيه بابا المجال، سنيه بابا المجال تكفي 10 افراد عند سيد الكبده بس. أيوه. شغلنا بلدي ببلدي، تقريبا بشه وطحال ولحمه راس وكوارع وطواجن ومطبخ شرقي في المحلين دول. دي نكتة بقى عبد عن جدا الفشة والطحال واحمد الراس على قديمه حبيبي، وسر الخلطة معانا. ويلا بينا بقى كده اهو، كده الترابيزة كملت. انا حاسس بيك اللي بتشوف الفيديو، فهنجرب وندوق كده مع بعض ونقول بسم الله. فزي ما انتم شايفين الفراخ طبعا فريش وطازة وباين على عظمها ان مش عظم احمر. عظم الفراخ يا جماعة باين ان هي فعلا فريش. وهنخش على البطل التاني والحواوشي. معاك يا معلم، الحواوشي طبعا تتبيلته وطعمه كويس، زائد ان كمان ما فيهوش جرام لحم مستورد. يا جماعة جاية طازة فعلا بلدي كلها. ده بقى السجق، ويا ويلك بقى من السجق. اه ده بقى كلام تاني في حته تانيه خالص. حرفيا يا جماعه السجق معمول عندهم بلدي كله، وقليل قوي لما تاكل سجق بالكواليتي والنظافه دي وصاحب المحل هو اللي يعمله لك. لما تجيب سيره الريش بقى لازم تيجي عند سيد الكبده. هقول لك ليه، لان الريش دي ريش ضاني، لحم جاي من مطروح، يعني حاجه طبعا مش عايز اقول لك على النظافه والكواليتي. وزن زار قدامك الريشه كانت هتتاكل بالعافيه. والناس اللي كانت بتسال سنيه بابا المجال دي برز بسمتي او برز عادي، لا رز بشعريه يا جماعه، رز عادي جدا كانك في البيت. وطبعا قدامك باقي مكونات الصينيه، فلو جعت لازم تيجي عند سيد كبده. الفرع السادس بتاعهم في المؤسسه، ميدان المؤسسه، امام اسم اول شبرا، محطه مترو شبرا الخيمه. لازم تيجي وتجرب العظمه اللي هناك. هاخدك جوله سريعه وبسيطه كده مش هعوق عليك، هنشوف راي الناس في سيد كبده. هو انا بصراحه انا كفايه ان انا باجي من بنها لغايه هنا عشان اكل عنده. بيجي من سفر يا جماعه، بيجي من سفر والله. انا جيت مره هنا لوحدي، جيت تاني مره قلت لازم اجيب عيالي. سيد كبده يا جدعان، سيد كبده ده الاساس، ده الاساس. اصل الصنعة طبعا يا جماعه كل اللي انسحب اهو، تمام، والناس جايه من اخر الدنيا عشان خاطر سيد كبده. سيد كبده واحد بس. سيد كبده واحد بس.